الراديو 90 90 هواها مصري. كان يا مكان. اقترب بائع كعك فقير من الملياردير اليوناني الشهير أوناسيس الملقب بملك سفن النفط وطلب منه شراء الكعك. أخرج أوناسيس قطعة نقود معدنية وقال للبائع: صورة أم نقش؟ إذا ربحت ستأخذ كل ما في جيوبي من نقود وشيكات، وإذا خسرت تضع على الطاولة كل ما لديك من كعك. أجاب بائع الكعك: سيدي، أنا فقير، إذا خسرت كل ما لدي من الكعك فلن أستطيع إطعام عائلتي اليوم. أدار الثري اليوناني ظهره للبائع قائلا: ولدت بائع كعك وستظل بائع كعك وستموت وأنت بائع للكعك. والشاهد: أحيانا الحياة تحتاج إلى المغامرة، إذا أتتك الفرصة فلا تخشى من أن تقتنص هذه الفرصة. يقولون إن اقتناص الفرص من أسرار النجاح. البقاء في منطقة الأمان أو ما يطلقون عليها الكومفورت زون والراحة يقيك من المخاطر بالفعل، لن نختلف، ولكنه بالفعل وبالطبع سيضيع علينا مكاسب ربما تحدث وربما يمكن أن تحدث مع المغامرة، ويحدث معها تغيير كامل في كل حياتنا. كان يا مكان. جلس مؤلف كبير أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب: في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولزمت الفراش عدة شهور، وبلغت 60 من العمر فتركت وظيفتي الهامة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما، وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب، وذلك بسبب تعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سير. وفي نهاية الصفحة كتب: يا لها من سنة سيئة. دخلت الزوجة غرفة المكتب ولاحظت شرود ذهن الزوج، فاقتربت منه ومن فوق كتفه قرأت ما كتب، فتركت الغرفة بهدوء تام دون أن تتحدث. ولكنها بعد دقائق عادت وأمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبها الزوج، فتناول الزوج ورقة الزوجة وقرأ ما كتبته فيها: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة، بلغت 60 وأنا في أتم الصحة والحمد لله، سأتفرغ الآن للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم. عاش والدي حتى بلغ 85 دون أن يسبب لأي أحد ضيق أو متاعب، وتوفي في هدوء دون أن يتألم مثلما كان يدعو دوما. نجا ابني من الموت بأعجوبة في حادث سيارة كبير، وشفي والحمد لله بغير مضاعفات. واختتمت الزوجة الورقة قائلة: يا لها من سنة تغلب فيها حظي الحسن والطيب على الحظ السيء، يا لها من سنة لا يسعني فيها سوى أن أقول اللهم لك الحمد. والشاهد: كل شيء ننظر إليه بنظرة سلبية من الممكن جدا أن نراه من زاوية أخرى بشكل إيجابي، فإذا ضاقت علينا الحياة جدا فلننظر من زوايا أخرى، سنجد أن بعد الضيق دوما فرج. كان يا مكان. سنة 1900 ميلاديا لاحظ المعنيين بشؤون المدارس والتربية والتعليم في السويد أن التلاميذ يكرهون الجغرافيا، ففكروا بأن يوكلوا هذه المهمة لإحدى الكاتبات لتكتب الجغرافيا بطريقة مشوقة تجذب التلاميذ لدراسة جغرافيا البلد. وافقت الكاتبة تدعى سلما لاجرالوف على هذا التحدي، خصوصا أنها كانت في الأصل معلمة قبل أن تتقاعد وتتجه إلى الكتابة، لكنها لم تكن على دراية كافية بجغرافيا البلد نفسها. فماذا أعمل؟ ماذا أفعل؟ بدأت الكاتبة في مهمة استغرقت 6 سنوات للدراسة والسفر عبر السويد
طولا وعرضا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. وبعد 6 سنوات أصدرت كتابها عن جغرافيا السويد بعنوان نيلز العجيب ورحلته الرائعة عبر السويد. جذب التلاميذ للجغرافيا هذا الاسم وشخصية نيلز العجيبة، وتمت ترجمة الكتاب ل 12 لغة، وتحول لفيلم ومسلسل كرتوني للأطفال، وكرمت هذه السيدة والمعلمة والكاتبة بوضع صورتها على إحدى عملات السويد سنة 1992، وعلى الوجه الآخر صورة بطل القصة الذي ابتكرته. من أقوال الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين: أن السعادة تتحرك باتجاهك في اللحظة التي تبدأ فيها ضخ السعادة أنت تجاه الآخرين، فلتبدأ بضخ السعادة والابتسامة والخير تجاه من حولك، ستجد السعادة تتدفق إليك أضعافا مضاعفة. إذا لم تغامر من أجل شيء تحبه فاصمت إذا خسرته. صاحب الفكرة الجديدة مجرم حتى تكتب لفكرته النجاح. قل الحقيقة دوما ولن يكون عليك أن تتذكر بعد ذلك شيئا. الكذب والكذبة تحديدا تسافر حول نصف الكرة الأرضية قبل أن ترتدي الحقيقة الحذاء الخاص بها. السر في النجاح هو البدء في العمل فورا. الحياة ليست مدينة لك بأي شيء، فهي موجودة من قبلك. لتتخلص من خوفك افعل أكثر مما يثير رعبك. امنح كل يوم الفرصة لأن يكون أجمل يوم مر عليك في حياتك. الغضب مثل الأحماض يؤذي الوعاء الذي يحويه أكثر من أي شيء آخر، فتخلص من الحمض الذي بداخلك. وأخيرا، دور الصديق أن يكون بجانبك عندما تخطئ، لأن الجميع سوف يكون إلى جانبك حينما تكون على حق. شكرا لحسن المتابعة. بكرة كلام معلمين السبت والروقان. اصبحوا على ألف خير. طبتم وطابت أوقاتكم.